عاجل عاجل، منقلب الجزائر، الوفد المغربي يقلب الطاولة بأكملها، ولحظة طرد البوليسارو والتفاصيل مثيرة. مرحبا، معكم البيس باسل شريك، ان شاء الله تكون بخير جماعة وبصحة وبسلامة. لابد ان نرى بهذا الفيديو انتصار دبلوماسي غير مسبوق، وهذه المرة من قلب الجزائر تم قلب الطاولة باكملها. فما هي القصة؟ وايضا لابد ان نتحدث عن امر هام، مولاي الحسن يزلزل العالم والتفاصيل مثيرة. يرجى بضغط عزر لايك لينتشر هذا الفيديو، لأننا ما سوف نقوله الآن أمر هام جدا، ولكي لا يأتي على هذا الفيديو الإبلاغات على الفور. بشكل مستمر شاهدنا أن هناك أزمة بين الجزائر والإمارات وهجوم متواصل على الإمارات. أتت الآن أحد الأسباب وراء الأزمة الجزائرية الإماراتية، ثروة ب 300 مليون دولار أمريكي من نظام بوتفليقة السابق بقلب الخلاف بين الجزائر وأبوظبي. كشفت صحيفة مغرب انترست عبر مصادر موثوقة الآن بتقرير لها أن المال هو أحد الأسباب التي تفسر العلاقات المتوترة بين الجزائر وأبوظبي. أوضحت الصحيفة أن الأمر يتعلق بثروة هائلة تقدرها السلطات الجزائرية بأكثر من 300 مليون دولار أمريكي، كان من الممكن إخفاؤها وإخفاءها بالبنوك والمؤسسات المالية الإماراتية من قبل أفراد عائلة بوتفليقة باعتبارهم لاعبين مهمين بنظام بوتفليقة. ذكرت المصادر نفسها أن استعادة هذه الأموال هي أحد المطالب الرئيسية التي صاغها النظام الجزائري، ويريد هذا الطلب من الإمارات، وعلى هذا تابون الآن يريد أن يضع يده بأي ثمن على هذه الثروة التي كان سيجمعها على مدى 15 عام الرئيس الجزائري السابق شخصيا. واستنادا للمعطيات المسربة، فإن النظام الجزائري لديه ملفات أمنية وقانونية تظهر أن هذه 300 مليون دولار تأتي أساسا من رشاوي دفعها مستثمرون إماراتيون على مدى 15 عام مقابل مزايا اقتصادية سياسية منحتهم إياها الرئاسة الجزائرية السابقة بوتفليقة للنظام الحاكم. ولكي تكبر الفضيحة أكثر، أكدت المصادر أن نظام تبون أرسل مرارا وتكرارا مراسلات وطلبات للمساعدة القانونية المتبادلة لمحاولة التعرف على الحسابات المصرفية أو الخزائن التي تخفي هذه الثروة السرية، لكن السلطات الإماراتية رفضت هذا بشكل قطعي ورفضت الاستجابة للبنوك الجزائرية. وأشارت الصحيفة بالنهاية إلى أن نظام تبون يشتبه بأن قادة دولة الإمارات عرضوا سرا على أفراد عائلة بوتفليقة والعديد من أقاربهم المدنيين أو الجنود أو المتعاونين معهم منفى ذهبيا على أراضيهم بعام 2019، لكن المسؤولين الإماراتيين لم يعلقوا على الموضوع، مما ترك ظلال الخلاف يخيم على سماء العلاقات الجزائرية الإماراتية. إذا تابون يريد أموال بوتفليقة التي تقدر ب 300 مليون دولار. ومن هنا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن نرى الشعب الجزائري يعاني الويلات والطوابير العديدة، ونتحدث عن ثروة سرية ب 300 مليون دولار. وعلى ما يبدو تسريب هذا الخبر يعتبر صدمة كبيرة للجزائر الآن. كشف المستور، وبما أننا فتحنا باب الصدمات من الإمارات إلى إسبانيا وداعا للبوليسارو من على الأراضي الإسبانية، باي باي بوليسارو، انتهى زمن الدلع. إسبانيا ترفض تجديد تصريح إقامة الناشطة الانفصالية أمانتور حيدر. علمت مصادر مؤكدة أن حكومة سانشيز رفضت تجديد تصريح الإقامة بإسبانيا لأمانتور حيدر التي حصلت عليها لأسباب إنسانية منذ 16 عام. بحسب المصادر، فقد أعلنت أمانتور حيدر
قرار الحكومة خلال افتتاح الطبعة العشرين من مهرجان السينما بالعاصمة الإسبانية الذي يحتفل بالذكرى العشرين لتأسيسه بمدريد، خلال نقاش مع الناشطين الصحراويين سلطان أخيا والغالية الدجمي ومينا يعلي، جميعهم إسبانيا تريد طردهم. وأفادت المصادر أن عددا من الانفصالين على غرار صالحة بونكيزي ولورا جايا ومحفوظة الفقير لم يتمكنوا أيضا من حضور المهرجان سالف الذكر لعدم حصولهم على تأشيرة الدخول من القنصلية الإسبانية بالمغرب. مع الإشارة كانت الانفصالية من التور حيدر تنتظر تجديد تصريحها السنوي منذ العام الماضي، حيث تقرر بماي من هذا العام نقل الملف إلى مدريد، لكنها تلقت قبل أسبوعين ردا بالرفض، وهو ما عبرت عنه حيدر بالقول: كان لدي إقامة لأسباب إنسانية للعلاج منذ 16 سنة وانتظر ردا من الحكومة الإسبانية، والآن أتى الرد، إسبانيا لا تريدها على أراضيها. وهذه تعتبر صفعة غير مسبوقة لأبواق الجزائر. وبما أننا ما زلنا نتحدث عن الصفعات، ننتقل للصفعة الثالثة وهذه المرة من روسيا، سيرغي رافروف بالمغرب. ينتظر أن يحل سيرغي رافروف بعد ساعات معدودة بالمملكة المغربية، وله لقاء هام مع ناصر بوريطة. وعلى ما يبدو زيارة سيرغي رافروف للرباط شكلت حالة من التوجس داخل الجزائر. ها هي الجزائر بدأت تنزعج من اللقاءات المغربية الإسبانية وتسارع إلى الرد بإرسال مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة إلى موسكو. تزامنا مع وصول سيرغي رافروف سارعت الجزائر إلى الرد على المحادثات التي جرت بالأسابيع الأخيرة بين المغرب وروسيا. أرسلت الدبلوماسية الجزائرية مندوبة الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع إلى موسكو، الذي التقى الجمعة مع الممثل الخاص لرئيس الفيدرالية الروسية لدى الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بودغوف. ورسميا تهدف هذه الرحلة إلى تعزيز التنسيق بالسياسة الخارجية، مع الأخذ بالاعتبار انتخاب الجزائر عضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي للفترة 24-25 حسب ما ذكرت وزارة الخارجية الروسية ببلاغ صحفي. وخلال هذا اللقاء الذي أعدته الجزائر تم التركيز على الوضع بمنطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وكذلك على الوضع بشمال أفريقيا ومنطقة الصحراء والساحل. ولم تحظى رحلة عمار بن جامع إلى موسكو بتغطية واسعة من قبل الصحافة الجزائرية، واقتصرت وسائل الإعلام القليلة التي غطت الزيارة على نشر البيان الصحفي الصادر عن الدبلوماسية الروسية. وللتذكير التقى ميخائيل بودغروف مرتين بموسكو يومي 30 نوفمبر و11 ديسمبر الجاري مع سفير المغرب بروسيا لطفي بوشعرة، واتهمت إذاعة الجزائر رسميا هذا الأسبوع المملكة والإمارات بتمويل حملات دعائية ضدهم بمصالح الجزائر. على ما يبدو الجزائر بدأت تتخوف بشكل غير مسبوق من التقارب المغربي الروسي. وعلى ما يبدو أصبح من الواضح الآن بعد هذا التوجس الكبير التي تعيشه الجزائر بسبب الترابط المغربي الروسي، الجزائر متخوفة من ما هو قادم. طبعا نحن نعلم أن روسيا لها كلمتها داخل مجلس الأمن الدولي، والموقف الروسي يعتبر هام للغاية بالنسبة لقضية الصحراء المغربية. فموقف روسيا اتجاه الصحراء المغربية سوف يعتبر الضربة القاضية لأحلام الجزائر. ولنزيد على هذه الصفعة صفعة أخرى، مالاوي تجدد دعم مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء. دولة جديدة تركب قطار الصحراء المغربية، مالاوي التي لطالما الجزائر حاولت التأثير عليها، لكن هيهات، والدعم ما زال مستمر لمغربية الصحراء. باجتماع مع بوريطة أكدت مالاوي أنها تدعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وتؤيد جهود الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل سياسي واقعي عملي ودائم للنزاع حول الصحراء. وستشكل هذه الزيارة مناسبة للاطلاع على أوجه التقدم التي تم إحرازها من أجل تنفيذ
برنامج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2015. تحية كبيرة للدبلوماسية المغربية. ومع هذه الانتصارات المتتالية التي تحققها الدبلوماسية المغربية، نعود بعد الصدمات إلى الانتكاسات التي تغرق بها الجزائر تزامنا مع رغبة تبون بعهد الثانية. السؤال الذي يطرح: 4 سنوات لتبون، ماذا فعل بها؟ ازدادت نظريات المؤامرة وتصدير الأزمات للخارج لمدة 4 سنوات، والجزائر تتكلم عن نظرية المؤامرة وتتهم أطراف خارجية وتوهم الشعب الجزائري أن المغرب هو العدو الكلاسيكي. إذن يمكن الآن بسهولة إلقاء اللوم بالانهيار الدبلوماسي بالجزائر بمنطقة الساحل على المغرب القوي الذي ألقت الجزائر باللوم عليه سابقا بضعف الجزائر دبلوماسيا واقتصاديا، وذهبت إلى حد اتهام المملكة بالقضايا المتعلقة بتغير المناخ مثل حرائق الغابات. جميع ما يحدث بالجزائر يتم تعليقه على شماعة المغرب، وبينما يستعد للترشح تبون للانتخابات المقبلة دون أي إنجازات ملموسة يقدمها، من المتوقع أن يصعد تبون من نظريات المؤامرة بهذه الأيام ليصل إلى مستويات منخفضة جديدة مرة أخرى ببلد يصطف فيه الشباب للحصول على المواد الغذائية الأولى. وعلى هذا الجزائر تتجه إلى المجهول، وأكثر من ذلك وأيضا تتخبط داخليا. ميناء مستغانم الجزائري لا يعترف بالبوليسارو، وممثل الجبهة بجنيف يمنع من دخول الأراضي الجزائرية. نحن نتحدث عن لحظة طرد البوليسارو من الجزائر. منعت السلطات الجزائرية أخيرا ممثل البوليسارو الإرهابي بجنيف المدعو حدامين سعيد من دخول الجزائر، وجعلت سلطات ميناء مستغانم دخول هذا الانفصالي إلى أراضيها مشروع، حيث اضطره إلى تسليم وثيقة أجنبية كان يحملها، وهي وثيقة السفر للأشخاص عديمي الجنسية، وتم إلغاء جواز سفره المسمى بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على حد زعمهم. ومنعت السلطات الجزائرية دخول المدعو حدامين سعيد أراضيها. هذا المنع يظهر بالملموس تخبط النظام الجزائري الذي لم يعد يدرى أين يقف، بينما تقوم أجهزته وجيشه بتسميم وتسليح ميليشيات البوليسارو. تارة الجزائر تمد الجبهة بالسلاح وتدعمها عسكريا وسياسيا، واليوم يرفضون دخول أحد ممثليها. وأضحت سلطات موانئ الجزائر تطالب الانفصاليين بتقديم تصريح إقامة لعدمي جنسية بدلا من جواز سفر ما يسمى بالجمهورية الوهمية من ممثل بوليسارو بجنيف. بهذا الصدد قال الانفصالي حدامين سعيد بمنشور له على تويتر إن ميناء مستغانم الجزائري لا يعترف بجمهورية الوهم، وأشار المصدر ذاته إلى أنه حينما كان قادما من فالنسيا سلم جواز سفره البيومتري الصادر عن جبهة البوليسارو إلى ضابط الشرطة لكنه لم يقبله، مما اضطره إلى تسليم وثيقة أجنبية كان يحملها وهي وثيقة السفر للأشخاص عديمي الجنسية. ميناء الجزائر ذاته لا يعترف بالجبهة الانفصالية، والجزائر تريد من دول أفريقيا والعالم أن يعترف بهذه الجبهة الانفصالية الإرهابية. إن كانت الجزائر ذاتها غير مقتنعة بهذه الدولة الوهمية، وهذا ما يدل أننا نرى الشطحات الأخيرة. وبما أننا قلنا الشطحات الأخيرة، سوف نقلب الطاولة اليوم على الجزائر من داخلها. وفد المغرب الذي ذهب للجزائر يزلزل القاعة بأكملها. المغرب يؤكد من قلب الجزائر على ثوابت مؤتمر طنجة حول أهمية الترابط بين السلم والأمن والتنمية. شدد محمد عروسي السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الأفريقي وباللجنة الاقتصادية لأفريقيا بتدخله خلال اليوم الأول من الاجتماع رفيع المستوى للأمن والسلم بأفريقيا المنعقد يوم الأحد والاثنين بمدينة وهران. جدد من جديد على أولوية مجلس الأمن الدولي بالحفاظ على السلم والأمن العالمين. بالنسبة له فإن تطبيق هذه المبادئ على مستوى القارة
يمر عبر القارات المتضمنة بإعلان طنجة والذي تبناه الاتحاد الأفريقي. وأبرز الدبلوماسي المغربي أنه لا يمكن تجاهل أولوية مجلس الأمن الدولي بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، كما أن إدارة حالات السلم بأفريقيا تتطلب ترابط السلم والأمن والتنمية وفق ما ورد بإعلان طنجة الذي تبناه الاتحاد الأفريقي. أولوية مجلس الأمن الدولي للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، جدد العروشي بتدخله من جديد على الأولوية، وهي المقاربة التي يجب على مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أن يأخذها بعين الاعتبار. ولهذا السبب فأن المقاربة المندمجة ومتعددة الأبعاد التي ينتهجها المغرب بمجال السلم والأمن بالقارة الأفريقية تتمثل بشكل خاص بالحكامة والسلم والأمن والتغذية، وهذه المقاربة هي الكفيلة بتحقيق الاستقرار والازدهار الذي تتطلع إليه شعوب القارة الأفريقية باحترام تام لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول التي تشكل ضرورة بتوطيد السلم والأمن. إذن الوفد المغربي وجه رسالة شديدة اللهجة من قلب الجزائر للاتحاد الأفريقي، مفادها نشر السلم والأمن الدولين. ونشر السلم والأمن الدولين طبعا نحن نعلم بطرد الجبهة الانفصالية التي تقوم بعمليات إرهابية بالمنطقة، هدفها الرئيسي زعزعة الاستقرار. لهذا نقول تحية كبيرة للدبلوماسية المغربية التي سلطت الضوء على هذا الأمر من داخل الجزائر لتعتبر ضربة القاضية لأحلام الكبرنة. ومن هنا نقول العز للدبلوماسية المغربية. وبما أننا ما زلنا نتحدث عن الانتصارات المتتالية، على الفور الأمير مولاي الحسن يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد حاملا رسالة شفوية إلى جلالة الملك من خادم الحرمين الشريفين. استقبل ولي العهد الأمير مولاي الحسن بقصر الضيافة بالرباط صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، حاملا رسالة شفوية إلى جلالة الملك من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية. ومن هنا لا يسعنا أن نقول إلا عاشت الإمبراطورية العلوية الشريفة من طنجة إلى الكويرة الضاربة جزورها بأعماق التاريخ، وهذا الشبل من ذاك الأسد. حفظ الله المملكة المغربية، كل الحب والسلام. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام، فكلنا فدا الوطن. يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن.